بسم الله الرحمن الرحيم. الإخوة والأخوات أينما كنتم، تحية من عند الله مباركة طيبة نقدمها لحضراتكم في مستهل هذا اللقاء، برنامج آفاق الذي ما زال يحلق بنا حول الأندلس. شمس لا تغيب، نتعرف بمشيئة الله تبارك وتعالى حول الأثر الحضري للإسلام في الأندلس داخليا وخارجيا، وكيف كانت بصمته في كل شيء. يسعدنا ويشرفنا بالحضور الأستاذ الدكتور محمد كمال مصطفى، أستاذ الأدب الأندلسي ورئيس جمعية سهيل الأسبانية. مرحبا بحضرتك. مرحبا بكم، أهلا وسهلا. أستاذنا الدكتور، نأتي إلى الجانب الثقافي وكيف كانت بصمة الحضارة الإسلامية على الجانب الثقافي، لكن دعني بداية نتعرف من فضلتك على الفرق بين الحضارة والثقافة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى أبويه الأجلين الأكرمين إبراهيم وإسماعيل. ولا لم تسألني لماذا أقول وعلى أبويه الأجلين الأكرمين إبراهيم وإسماعيل. والله يعني تبادر إلى ذهني هذا السؤال من الحلقة الأولى، لكن لماذا أنا أثرته في هذه الحلقة؟ نعم، وكل حلقة بتثير يا دكتور. لا، لماذا أثرت السؤال عنه في هذه الحلقة؟ لما؟ لأنني أتحدث عن الثقافة. نعم. والحقيقة قبل أن أتحدث عن سبب الصلاة بهذه الشكلية، كلمة الثقافة، الفرق بينه وبين الحضارة أن الثقافة هي أثر الموروث في الإنسان ذاته، وأثر العادة والتقاليد في الحركة البشرية. وأما بالنسبة للحضارة فهو أثر الإنسان وذكاء الإنسان في مكونات الكون، في مفردات الكون. الحضارة بناء يبنى، ولكن الثقافة إنسان ينشأ ويربى. الله الله. وذلك لما نتحدث عن الثقافة نتحدث عن الإنسانية الناشئة في أزهى صورها وأكمل أشكالها. وميزة الثقافة الإسبانية أو الأندلسية يا سيدي أنها كانت ثقافة موسوعية الفردية متعددة في وحدة، يعني مع تنوعها إلا أنك تشعر أنها نسيج واحد. هناك المسلم، وهناك اليهودي، وهناك المسيحي، وهناك الملحد، وكلهم شكلوا ثقافة في وحدة. وتجد أن المثقف الأندلسي موسوعة في كل شيء، فهو يتحدث عن الحب والآداب، ويتحدث عن الفقه وعن التاريخ وعن التفسير وعن الكيمياء وعن الرياضيات، ملم بجميع. تجده موسوعيا في تفكيره. وفي نفس الوقت تجد أن الثقافة الجمعية في الأندلس كانت متنوعة متعددة، استطاعت أن تستوعب وأن تمتص كافة الأفكار والموروثات لتجعل منهم صورة رمزية رائعة. هذا بالنسبة للثقافة الأندلسية. ومع أن تاريخ الأندلس السياسي كان متقلبا مفككا، إلا أنه أنتج لنا ثقافة وأثمر لنا عطاء في هذا الجانب لم تستطع السياسات المستقرة أن تعطينا مثله. ونضرب على ذلك بعض الأمثلة، لأنه الحقيقة التنظير قد ينسي المشاهد كثيرا مما نقول، لكن الأمثلة العملية خاصة في هذا الجانب الرابط وتبقى ذاكرته في نفس وتقرب في نفس الوقت الفكرة التي نريد أن نوصلها للإخوة المشاهدين. أحسنتم. مع اختلافنا أو مع احترامنا للرأي الشرعي والأحكام الشرعية بالنسبة للغناء وما إلى ذلك، لكن نحن كما تفضلت نحن ننقل تاريخ يعني نعود فنكرر. نعم. نحن الآن نتحدث عن تاريخ ونقف أمامه منبهرين مندهشين. نعم. سواء اتفقنا معه أو اختلفنا، نحن نقف أمام التماثيل التي بنيت من أيام الفراعنة. نعم. ولا يعنى بذلك أننا نقلل من شأنها. نعم. وإن اختلفنا أننا لا، اختلف البعض. نعم. وقال أننا لا نريد أن نبني الآن تماثيل أو أن ننشئ مسألة أخرى، ولكن لا نملك إلا أن نندهش وأن نتعجب. ده هذا في السياق الأول. نأتي إلى جزء آخر من الموشحات، اللي هو فن الموشحات. كل بلد لها خصوصية، خصوصية في الأداء، خصوصية في المشاعر والأحاسيس. وحينما جاء العرب حملوا معهم شعرا جزلا قويا
يعبر عن البيئة العربية ببساطتها وهدأتها وقوتها وشدة غضبتها إذا غضبت وحبها إذا أحبت، تعبر عن كل هذه الأشياء بسلاسة ولكن بقوة. لكن لما وصل الأمر إلى الأندلس، والأندلس طبيعة خلابة تأسر من يأتي إليها، تضمه، تشعر أنك قد صرت جزء من هذه التكوينة الطبيعية الرائعة، فإذا بك تنساب سلاسة وهدأة وروعة وجمالا، فإذا بالشديد القوي تجده حاني، وإذا بجامد المشاعر تجده قد انسابت مشاعره ورقت أحاسيسه. حتى أنا أذكر هناك قرية في الأندلس تسمى شريش أو خريس اليوم. شريش هذه يقول عنها ابن حزم: ما من شيء فيها إلا تجده متحابا، حتى حميرها يحبون أتنها. كل شيء فيها مطبوع بالجمال والحب. هذه كانت الأندلس يا سيدي. نشأ هناك إذن فن غنائي يليق أو يتماشى أو يتواءم مع هذه النفسية الجديدة. الشعر العربي جزل قوي محكم، ربما يكون فيه شفيه حكمة. المتنبي ليس شاعر حب، شاعر حكمة. صحيح. فإذا الأندلسيين يريدون شعرا رقيقا يمس القلوب، يتواءم مع البيئة والطبيعة التي حوله. بالضبط. هو يعيشون فيها. فنشأ نوع من الشعر اسمه الموشحات. ميزة هذه الموشحات يا سيدي أنها قد استخدمت الكلمات العربية العامة واللاتينية العامة في داخل هذا الشعر، فتجده شعرا أقرب إلى الفلكلور الشعبي منه إلى العربية الجزلة، ولم يلتزم النظام الشعري المعروف، وإنما اختلف في الروي وفي الختم وفي القافية الأخيرة، حتى القافية حتى الإيقاع اختلف، ولأنه كان شعرا غنائيا، والمقصود به شعر منادمات وسهرات ومسامرات، ولذلك جاء مختلفا في تقديره. وقال هذا الشعر المسلم وغير المسلم. ولذلك سأضرب مثلين. المثل الأول شعر قاله رجل يهودي اسمه إبراهيم بن سهل، أسلم في آخر حياته، ولكنه كان يقول هذا الشعر أو هذا النوع من الشعر الموشحات. كان شاعرا أم ناقلا للشعر؟ لا، شاعرا. إبراهيم بن سهل كان شاعرا. وآخر أضرب به مثلا اللي هو عبد الملك بن زهر زعيم الطب في العالم العربي. كان شاعرا. كان شاعرا. نعم. كان شاعرا. حينما أضرب المثل بهذين، واحد في منتهى الوقار وفي منتهى العلم والمعرفة، هو عبد الملك بن زهر طبيب الأطباء، وعبد الملك بن زهر هو صاحب مدرسة، كانت بنته وبنت أخته وزوجته وحفيداته كانوا طبيبات. سبحان الله. يعني رجل لم يكتفي أن يكون عالما في مجاله، وإنما نقل هذا العلم إلى أقرب النساء إليه. ونحن لن نكتفي بهذا الحديث الطيب، ونستكمل بعد هذا الفصل. إذن لنا نخرج بعده ونعود إلى حضراتكم، فكونوا معنا. ها نحن قد عدنا إلى حضراتكم، نستكمل ما بدأناه حول البصمة الحضرية للإسلام في الأندلس وخارج الأندلس. وكنا توقفنا مع ضيفنا وعلمنا الجليل الأستاذ الدكتور محمد كمال مصطفى حول الموشحات، كيف كانت، وتعطينا المزيد حول هذه هذا الجانب الثقافي. قلنا أن الموشحات هي خليط، نعم، مزيج من الثقافة العربية الخالصة ومن الثقافة الأندلسية، فجاءت أقرب إلى الفلكلور الشعبي منه إلى حركة الشعر العربي الخالص أو إلى الأدب الأسباني الخالص. إذن كانت مفرداته عبارة عن مزيج. وكانوا يدخلون المفردات اللاتينية العامية مع المفردات العربية، ولكن نستطيع أن نقول أنها عامية راقية، وفي الآخر تمثل ثقافة أو توجه ثقافي معين. بالضبط. نعم. كده. وسأضرب مثل من شعر إبراهيم بن سهل، هذا
الشاعر اليهودي الذي أسلم، ومن شعر عبد الملك بن زهر وقصيد عبد الملك بن زهر أو موشع عبد الملك بن زهر، يتفق أهل الأدب على أنه أفضل موشح في تاريخ الموشحات الأندلسية. يا سلام. ولذلك اخترته حتى يعني نضع به مثلين أو نضع بهما مثلين يدلان بدلالة واضحة على عمومية هذه الموشحات بين أهل الأندلس. كما قلت هذه موشحات للمسامرات والمندمات للسهرات وليست للرسميات، ولذلك اشترك فيها العامة الخاصة والعامة. يقول إبراهيم بن سهل: أيها السائل عن جرمي لديه لي جزاء الذنب وهو المذنب، جذب الزق إليه واتكى وسقاني أربعا في أربع، أخذت شمس الضحى من وجنتيه مشرقا للشمس فيه مغرب، ذهبت دمعي أشواقي إليه وله خد بلحظ مذهب، ذهبت دمعي أشواقي إليه أي لما جرى دمعي شوقا إليه لم يجري دمعا أبيض، وإنما جرى دمعا مدميا. ده تصوير بلاغي رهيب. وهو أراد أن يأخذ بحظه وأن يرد على دموعه التي نزلت دامية، قال: وله خد بلحظ مذهب، أي أن لحظي قد أصاب خده فجرحه فاحمر، فهو وإن أبكاني دما فقد جرحت خده بنظر إليه. ينبت الورد بغرسي كلما لحظته مقلتي في الخلسي، ليت شعري أي شيء حرم ذلك الورد على المغترس، أنفتت دمع نار في ضرام تلتظي في كل حين ما يشاء، هي في خديه برد وسلام وهي ضر وحريق في الحشا. شفت البيت الحلو؟ هي في خديه برد وسلام وهي ضر وحريق في الحشا. ده شعر إبراهيم بن سهل كانوا يتغنون به في سهراتهم. عبد الملك بن زهر هذا الطبيب المشهور العظيم الذي يقول أروع موشح في تاريخ الأندلس، وهذا الموشح صار عليه وعارضه كثير ممن قال التوشيح الموشحات. عارضه بمعنى أنه أتى على شكله أو أخذ بعض الأبيات وخمسها أي نعم صار على نهجه يعني على نهجه. أو على دربه. نعم. قال: أيها الساقي إليك أيها الساقي إليك المشتكى، قد دعوناك وإن لم تسمعي، ونديم همت في غرته وبشرب الراح من راحته، كلما استيقظ من سكرته جذب الزق إليه واتكى وسقاني أربعا في أربعي، غصنبان مال من حيث النوى، مات من يهواه من فرط الجوى، خفق الأحشاء مرهون القوى، أي ضعيف القوى، خفق الأحشاء مرهون القوى، كلما فكر في البين بكى، ويحه يبكي لما لم يقع. هذا الكلام المملوء بروعة الحس وبالمشاعر الفياضة، شجن نعم. كلام وانت جالس في سهرة مع أصحابك، هذا الكلام ينشد بين يديك، لا إثم فيه ولا غبار عليه. نعم. وفيه من المعاني الإنسية التي تربط القلوب وتؤنس المسامرة وتجعل للحياة لونا جميلا، هذا هو لون الحياة. إذن كان للشعر هناك له هدف وله بعد إنساني وعاطفي إنساني. يعني في رأيي إن البعد الإنساني في الشعر هو أنس المجلس. نعم صحيح. إذا تم به أنس المجلس فهذا هو أعظم هدف يمكن أن يحققه. حقا إن من البيان لسحرة وإن من الشعر لحكمة. أستاذنا، هل أثرت الآداب بعد خروج المسلمين من الأندلس؟
كما ذكرنا أن الأدب العربي قد أثر أثرا بالغا في وجود المسلمين في الأندلس، تكلم كثير منهم العربية، قالوا الشعر، تباروا في معرفة اللغة العربية بآدابها وكافة معارفها. بعد خروج المسلمين من الأندلس الوضع الطبيعي نقول أنه ينبغي أن تندثر هذه اللغة وأن يضيع آدابها وأن يفقد المثقف الغربي الإحساس بلغة قد ذهب أهلها وانهزموا، لكن هذا لم يحدث، على العكس لقد وجدنا هذا الأثر الثقافي ممتدا في جذور الفكر والوعي والضمير اللغوي للحياة الأندلسية الأسبانية والحياة الأوروبية. وأضرب على ذلك مثلين سريعين، أما المثل الأول داخل أسبانيا فهو أعظم كتاب أسبانيا في التاريخ الإنساني مطلقا سيرفانتس، هذا الكاتب المعجزة الذي كتب القصة الأشهر في تاريخ القصص طواحين الهواء أو دون كوخوتي أو دون كوشوتي كما يقال، دون كوخوتي بالإسباني، وقد تأثر فيها تأثرا عجيبا بالثقافة العربية والفكر العربي والحكمة العربية، يقول عنه بيدرو مارتينيز مونتاب شيخ المستعربين اليوم في إسبانيا، يقول لو لم يكن من الأثر الثقافي الذي تركه المسلمون في التاريخ الأسباني سوى أنه أنتج لنا سيرفانتس لكفى. هذا من ناحية، ناحية خارج إسبانيا وأوروبا هنجد المثل الأوضح، هناك أمثلة كثيرة جدا لا نستطيع أن نوفي بها في مثل هذه الحلقات البسيط أو المبسطة. دانتي والمعري، طبعا المعري معروف أنه قبل دانتي بحوالي 500 عام، وقد كتب رسالته المشهورة رسالة الغفران والتي تحدث فيها عن الجنة وساكنيها، فإذا بدانتي يتحدث عن نفس الفكرة وإن كان يأخذ أشخاصا مختلفين، لكنه كان تأثرا واضحا بهذا الأدب الذي ترجم بكامله إلى اللغات اللاتينية، والتي يعني صرح دانتي نفسه بأنه قد اطلع على هذه الثقافة العربية. الأستاذ الدكتور محمد كمال مصطفى، بشكر فضيلتك، جزاكم الله خيرا عن الإسلام والمسلمين. شكرا. إخوة أخواتي، حتى نلتقي، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.